مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال المباشر. كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظة تتضح لكم بأنه احنا أمام يعني الكابليات ديال التوتر العالي ويعني التوتر المنخفض يعني الهوت تونسيون كما تنقولوا، وكما تشاهدوا معنا في قلب يعني دوار الحركات كما تشاهدوا معنا يعني علامه الاستفهام مطروحه كيفاش انه الهوت تونسيون والمايان تونسيون انها تكون قريبه بزاف من يعني يكون المسافه ما كاينش واحد المسافه بعيده وبعيده جدا ما بين هاد يعني البرونش كما تنقولوا يعني التركاب ديال هاد الكابليات. الحمد لله على السلامة أنه ما كانش شي طفل، ما كانش شي مرأة كبيرة ولا شي مرأة حامل أو شي رجل كبير في السجن باش أنها توقع ما لا يحمد عقباه. تنشوفوا بأنه يعني الوقيتة فاش طاحت الكابلي ديال التونسيون يعني تسبب في هذا الحريق كما تشاهدوا معنا متتبعينا خلال المباشر. الحمد لله على ألطف الله، ولكن هاد الناس هادو يعني للأسف يعني وقعت خسائر مادية على مستوى المنازل ديالهم. كيفاش وقعت الخسائر المادية على مستوى المنازل ديالهم؟ يعني تنعرفوا بأن برونشمو يعني الربط ديال المنازل بالتيار الكهربائي، وخصوصا ملي تيوقع يعني تيكون التيار الكهربائي يعني كما تنقولوا الثلاجة والتلفازة وكاينة الصابون وكل شيء يعني تيكون تيجر من سميتو، فربما هذيك الوقيتة فاش مشات ورجعت رجع الضو ربما مجاب واحد الجد تسبب فانه هادشي ضيع الناس في الاجهزه المنزليه ديالهم. خلو سي محفوظ هو من الساكنه هادي حكي لنا تفاصيل الواقعه. سي محفوظ مرحبا بك معنا. بارك الله فيك خويا، انا اول واحد كيحضر لهذ المشكله هذه. انا كنت بعيد واحد شويه عليها كنسمع واحد الاكسبلوزيون واحد الانفجار كنشوف كان كيبان ليا الكابل يعني كان انفجار انفجار ثلاثه المرات كيبان ليا الهوتونسيون اللي فيه 60000 فولت ملاصق مع الموين طونسيون ديال الاناره. واش شي طبيعي ولا ماشي طبيعي؟ وراه شو هذا؟ راه ماشي طبيعي هذا، راه مش راه الناس راه ناس تقنيين هنا. دابا باش نتكلم معك يعني من البدايه، دابا من كان ذاك الانفجار مشات العافيه ديريكت لهذاك سميتو الزرب وهذا الشيء. انا ما كنت جاب الله كنت شد الزيتون مشكله اخرى. هذا المشكل لان دابا عندنا طونسيون في 60000 فولت، واحد المقاول اللي بحال كيحط لنا كيحيد لنا لي بوطو اللي هما وسط الشارع كيحطهم لنا في جنب الساقيه وجنب الساقيه، راه خطر هذاك الشيء. ربما من بعد غادي البوطو ديال الضو ديال اش؟ ديال هوتونسيون ولا لا المويان طونسيون؟ المويان طونسيون يعني حنا درنا واحد العديد ديال المراسلات للمجلس الجماعي باش يحيد لنا هاد لي بوطو اللي وسط الزنقه في الشوارع كاينين كثار. وللاسف هادشي غيكون هاد المشروع هذا داز في دوره ديال المجلس، يعني تصدقت عليها في دوره ديال المجلس عام هذا. انا مجرد تشكيل المكتب انا حطيت لهم مراسله اللي فيها واحد العديد ديال العدد ديال المشاكل اللي عندنا، لان عندنا تاهيل مشروع ملكي وكنتمنى ان تجيو تصوروا معنا هاد المشكل تاع التاهيل. ولكن داروا الحل هو انهم حطوا لنا لي بوطو اللي وسط الشانطي حولوهم لي عند الساقف جنب الساقف، راك شفتوا هذاك الشيء لانه كارثه هذيك. ثانيا انه المقاول ما خسر والو، البيروديتيد الناس ديال الوينول المجلس الجماعي انهم جابوا لنا الكابل مباشره لصقوه لنا مع الهوتونسيون. نعم ياك، هذه مشكله، هذه ماشي كنسميوها مشكله تقنيه، هذه كنسميوها شوها، لان كاينين ناس تقنيين. اولا المجلس الجماعي ما كاينش تتبع، البيروتيتيد ما عرفناش علاش عطا سمح لهم يدوزوا هذا الكابل بهذه الطريقه هذه. الوينو كيجيو كيقول لك لا حنا ماشي مشكل ديالنا، حنا ما عرفناش شنو اللي وقع. المهم مني وقع هذا المشكل وشعلت العافيه جينا كنجريو حنايا بالسطل ديال ما كنطفيو فيها. ولكن ما خفتوش صوت الماء والضو؟ راه خايفين لان دابا حنا تحت مباشره الكابل، راه مباشرة تقطع الكابل، راه مباشرة باقيين هذوك الكوابل هما مناش خفنا حنا ما فاهمينش في الضو خفنا منهم. جينا كنشوفوها السيد ها هو تحرقت العدد المكانة ديال كيكلولو تحرقت كاملة. خرجوا الناس
مشينا لواحد مول الحانوت راه شعلت فيه العافيه الحمد لله حفظه الله. مشى لي الكونجيلاتور، مشات لي سميتو الثلاجه، الكاميرات، واحد السيد تاور مشاو ليه الكاميرات، واحد السيده تحركت لي تلفازه اخرى. هذاك السيد راه بنيه ديالو راه ضربها الضو، حست بالضو تما في الدار. يعني هذا المشكل هذا انا كفاعل جمعوي انا كتبت ليه. ولكن واحد السؤال، انا حضرت الموظفين ديال الوينو ياك الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، حضروا لهنا وكنشوفوا بانهم انسحبوا، ما عرفتش شنو انسحبوا لانهم ملي شافوا الاعلان انسحبوا. لا هما فين الصبوره لا حنا غير ملي شافوا الاجتماع ديالهم. اسمعني اسمعني اسمعني، ملي شافوا الاعلام، ملي شافوا الاعلام راهم انسحبوا ياك. الاصل المشكله خويا راه دابا هاد الناس راه ما كيتصنتوش للفاعل الجمعوي اللي كاين في عين المكان. انا كتبت لهم قلت لهم راه هاد الهوتونسيون راه غادي يوقع مشكل، راه 15 يوم هادي ها هو وقع المشكل. علاش؟ لان المجلس الجماعي ما يعني ما راه مصادقه هادي السي محفوظ. نعم تندوي على دوره ياك. اي فعلا فديال المجلس الجماعي فعلا كان مشروع هذا. نعم هذا كان سميتو يعني كان في جدول الاعمال وتم الدراسه ديالو ومصادقه عليه. يعني ما يمكنش شي حاجه شي مشروع تدوز في الجماعه. لا فعلا هادشي اللي وقع. ولكن المشكله فين هو التتبع؟ المشكله هو البيروتيتيد عطاهم. انتم كفاعلين جمعويين خصكم تطالبوا بالوثائق، شوفوا واش هاد المقاول احترم يعني البنود ديال المشروع ولا ما احترمهمش. دفتر التحملات احترمهم ولا ما احترمهمش. انا كفاعل جمعوي قلت لهم راه المشكل فين كاين. اولا لي بوطور ما خصهمش يتحطوا في جنب الساقيه. ثانيا قلت لهم راه هاد الهوتونسيون غادي يدير مشكل، وكتبت لهم قلت لهم خصكم تدوزوا لينا الضو هنا من تحت الارض. دابا جاو كيقولوا اودي خصنا ندوزوهم تحت الارض. راه كنشوفوا دوك الكابل هو دوك اللي داز فوق الزيتون. لا الكابل اللي داز فوق الزيتون وهذا الكابل ديال التليفون اللي لاصق في الكابل ديال الضو لاصق فيه. هالكابل كذلك الكابل الاخر. الكابل الاخر. الكابل الاخر راه ملاصق مع ديال الضو، ملاصق مع ديال التليفون. راه ملاصقين في سميتو. ملي يجي كاميو ديال الكاميو مثلا ديال البطاط اللي كيدوز من هنا ولا كاميو كبير تيدوز كاميو هو نيد كاميو بيدوز. سمح لي سمح لي غادي يدير كارثه. سمح لي هو نيد كاميو تيدوز دابا كاميو تيدوز. إذا تلقى مع شي طوموبيل وراه من هاد الجهه ما غاديش يدير كارثه. أنا هو كاميو نيد دايز دابا لا كاميو اخر. ولا يتلقى مع طوموبيل غادي يروح. هو نيد كاميو دايز وتحت هاد الكابليات هذا. كاميونيت دايز دابا نيتو او تنشوفو بان راه الكابليات قرب الى الكاميوات. ما فهمناش هذا. جبد الله كنت تلقى مع طوموبيل ولا مع كاميون راه غادي يروح من هذا الشيء. انتم كتشوفوا في الكابل هنا فوق في الزيتون وفي الشجره ومسدي مع الكابل ديال التليفون. راه بلاصه دابا راه الناس مضرين. حنا راه غادي ك يعني فاعلين جمعويين غادي نوقفوا على هذه القضيه هذه وغادي نديروا واحد اللائحه باش نحصيو الناس المتضررين والاجهزه ديالهم. حنا غادي نرفعوا للجهه المعنيه. وهاد حنا راه كفاعل جمعوي كنحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى للمجلس الجماعي، لانه اولا راه كيتعامل مع فاعلين جمعويين اخرين وكاين اقصاء تاع واحد المجموعه ديال الفاعلين الجمعويين اللي منهم حنا. وراه حطينا مراسلات ديالنا. انا قلتي كان تاهيل ديال تاهيل هنايا ديال هذا المنطقه ديال الحركه دور الحركه. مشروع ملكي فيه 6.3 المليار ديال الدرهم. فين هو هذا المشروع؟ هذا المشروع هو اللي فيه كتشوف فيه دابا فيه هذا البافي هذا ياك. هو مشروع فيه هذا البافي وفيه الربط بالكهرباء والطبليط. فيه الطبليط ما كاين حتى الطبليط راه ما كاينش. راه بداو في الطبليط واحد الشارع الصغير. هذا نخليو هذا الموضوع باش نحرقوه في وسط الموضوع. لا كاين مشكله، كاينه كارثه. مشروع ملكي وغوتنا عليهم قلنا لهم جيو تبعوا معنا المشروع الملكي وراه ديال سيدنا راه مشروع تنموي. سمحفوظ سمحفوظ يا بلاتي. نعم. باش ما نخلطوش المواضيع دوك. نعم. احنا جينا على الضو الهوتونسيون طاحت ياك. خلي هذا الموضوع هذا نرجعوا ليه. خلي هذا الموضوع رجع غادي نمشي نشوف. خلي هذا الموضوع نرجعوا ليه. تفضل نمشي نشوفوا يعني سميتو نشوفوا هاد المكانه بعدا باش تعرفوا. شوفوا شوف معنا الله يجزيك بخير. هاد الضو هذا الكوابل هذا ديال التليفون كاب ديال في وسط شجرة الزيتون. هاد الزينو بشجرة الزيتون. واجي راه فيه الضو هذا راه فيه الضو وهالكابل ديال التليفون. أنا قراب يعني الضوء راه يمكن الانسان يقيسهم حتى بيديه. هذا الكابل دروك يقيسونا بيدينا الزيت ديال القيسو. علاش التليفون مشدود مع الضوء؟ ها هو في الشجره. دوكا نشوفوا دوكا ديال الماكينات الضوء اللي تحرقات. وقال الموظف ديال سميتو ديال الوكاله المستقله بان ما تحرقاتش. ها هي شوف الحاله كي دايره. واش بانت لك السي محفوظ محروقه ولا ما بانتش؟ على هاد الدخان اللي هنايا وهاد المصيبه والضوء ما كاينش عنده ما محروقاش. هادشي ما كتشوفوش فيه. على هنا هادشي راه دخان ديال الحريق. ما شاء الله. فين هو مول الدار؟ الله يخليك. تفضل. السلام عليكم.
من نشوفوا على بالنسبه ل... فينا دويننا لا غير واخا واخا يعني دروك هو كانت الاتلاف ديال الاجهزه المنزليه. شوفوا عندنا اجهزه منزليه راه محروقه راه كاينين الناس اللي غادي نمشيو نشوفوا معاهم. راه السيد عنده الحانوت راه حفظوا الله لانه واش عليه في الكونجيلاتور وفي الثلاجه وفي الكاميرا اللي داير والبي سي فينا هما هادشي حفظوا عنده. يلا سيدي نمشي نشوفهم. مرحبا نمشي نشوفهم. يلا العافيه. انتم ما شاء الله انا هاد الموظفين تابعين لوين على ما اظن ياك اللي خدام في المقاول. ديال المقاول دابا قال لك سيدي هاد البوطو هذا غادي نحولو. ما درتوش شي شكايه بهذا المقاول هذا باش انه يعني شي مراسله للمجلس الجماعي باش انه يفتح تحقيق. راه هادشي راه فيه خروقات ربما انه ما كاينش احترام ما كاينش احترام ديال دفتر التحملات على ما وانت نشوفوا حنا الكابلي تاع عباد الله دروك كما تيقول لك سي محفوظ راه هي كامي يدوز دابا من هنايا. انت شوف الكابل ها كامي يدوز من هنايا راه يمكن لي اي واحد يجرها يبيد حتى الا بغى هادشي يجرب يدير. وما تنساش واحد القضيه شتي هاد البوطو هذا ديال واحد شهرين هنا راه كان في الوسط. البوطو راه كان في الوسط وجات الطوموبيل ودخل فيه هرسو وخلاو الضو بحال هكا. وانت نشوفوا بعدا اتصنوا هاد الاعمده ديال الكهرباء في وسط الطريق ما فهمناش ما فهمناش هاد المساله بعدا. واحد القضيه الله يجزاك بخير بخصوص هاد لي فوتو ما فهمناش دوكا في وسط الطريق علاش هادو في وسط الطريق بعدا. غادي نقول لك واحد المساله. هاد لي فوتو هادو قبل ما يدوز هاد القدرون درت مراسله مجرد تشكيل المجلس الجماعي المكتب الحالي قلت لهم الله يجزيكم بخير فاش دوزوا هاد القدرون وتجيو من بعد عاد تحولوا حولوهم دابا. لا هاد الطريق وقتاش دازت هاد الطريق هادي تقريبا واحد خمس شهور ولا خمس شهور باش دار ليها القدرون باش دار القدرون كانت غير تراب ودرت المراسله باش تحيدوا قبل ما يدوز القدرون فهما خلاو الامور هكا تداز القدرون وحولوا هذيك راه تهرست راه بلاصتها وسط الشانطير دخل فيها واحد السيده حفظ الله ومشات ليه الطوموبيل ديالو يعني كان بوطو ديال الضو في وسط الشانطي هذا كان بوطو ديال الضو في وسط الشانطي عندك انتما تشوفوا كان بوطو في وسط الضو ديال الضو في وسط الشانطي وهذا المجلس الجماعي دوز هاد الطريق كما تنقول مخرجات ميزانيه وتخسر عليها الفلوس وداز القدرون راه الحماق هذا هو هذا سميتو الحماق. وانت راه هذا الكابل مني طاح هذا. غادي نشوفوا بعد هذا الكابل هذا الكابل تنشوفوا بانه هو قريب الكابل سمح لي سي محفوظ باقا قاطعتك تنشوفوا بانه الكابل قريب بزاف مربوط مع بوطو اخر اللي بعيد ما عنده حتى شي علاقه يعني ما فهمناش واش هذا مقاول نيت فعلا دار المشروع هذا. دابا مني طاح هذا البوطو راه اصلا هذا هكا كان اصلا في الاصل الضو اصلا هكا كان دابا مني برونشاو هذاك الضو من ليا المشكله هما علاو لي بوطو على هاد لي بوطو الاخرين الاصليين الاصليين الاولين هادو حادين كانوا مزيانين ولكن مني علاوهم دوزوهم مع الهوتونسيون ولاصقوهم معاه وراه دروك السي محفوظ ما فهمناش بعدا القدرون اللي دايز وفي وسط من البوطو هذا راه تيتسمى هذا هو تيتسمى الابداع المغربي هو هذا هذه المعجزه المغربيه هذه تيتسمى كون غير ما راسلناهم شو قلنا لهم عباد الله من حدكم كاينين غير في التراب حيدوهم ولكن راه راسلناهم وما داوهاش فينا ودوزوا القدرون وحتى ديك التراكس هرست هذا بعدا هرساتو وجات الطوموبيل لقاتو مهرس دخل فيه وهرسو طيحو ومن يطيحو حيدو البوطو وجرو خلو هاد الكابل هاكا 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 كان قال لك شروا البالية ما يضحك يا سير السي محفوظ نشوف الاخر ما شاء الله ما شاء الله هادشي والله الا ضرب العجب واحد الله شكون لك هاد البوطوات راه عندنا في الدوار تقريبا بزاف ديال لي بوطو ولكن في وسط الشانطي راه ما مفهومش هادشي راه هادشي ما مفهومش وكيفاش انه تيتم دروك راه المال العام هذا يعني اموال ديال الدوله باش انه يتم برمجه مشروع تيتم تداول في مجلس جماعي فلوس ديال المواطنين في جماعه السلطان وتتخص واحد الميزانيه وهادشي تيتبرمج في جدول الاعمال ديال واحد الدوره معينه وتتحط قيد الدراسه والمصادقه وهاد الناس هادو تيسكتوا بهاد العباره بهاد لا المرشح لا في المجلس الجماعي لا ما فهمناش لا المعارضه للمجلس الجماعي فهادشي تيخلاه علامه استفهام كبيره. تنتذكر واحد الكلام ديال 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 واحد السيده يعني حضرت لهنايا التسلطانت تدوي على اجدال المجلس الجماعي السابق
ربما تتذكر هذا الكلام السي محفوظ، يعني في الحمله الانتخابيه جات في حمله انتخابيه كانت تدوى على المجلس الجماعي السابق اللي كان برئاسه واحد الرئيس، ودروك تنشوفوا تنشوفوا هذا المجلس الجماعي اللي هو تابع لهم الحزب ديالهم اش داروا؟ اش دار هذا الحزب هذا؟ يعني ما غير حتى شي حاجه في هذا السلطان. شوف نعم. عام هذا عام هذا الحصيله عباره عن صور. الحصيله عباره على صور ديال واحد الخيل، دار واحد الموسم ديال الخيل. الحصيله هي صور في المدارس. صافي هذا الشيء اللي كاين. ندخلوا نشوفوا واحد ندخلوا سي. هادو دروك تحرقوا لي كيك الشريف. عطيه الشريف، عطيه الشريف هو اللي يدوي. بارك عليك السي محفوظ. بارك عليك. يقول لك راه انت بوحدك اللي تدوي في هاد الدوار. هادو كنت نتفرج فيها حتى تحرقات. دوكا كاين الضو دابا ولا ما كاين؟ كاين الضو. دوكا نتوما بعد. بعد على هادشي اللي وقع. دوكا تحرق ليك تحرقات ديك التلفازه. ما بعد كلشي هادشي راه قرب لينا. نعم. دوكا كنتي تتفرج في هاد التلفازه. تتفرج في هادي تتحرقات. تتحرقات. هادو كانوا طافيين. نعم. هادي كانت طافيه. ملي دابا ملي تقدو لقيتها ختام. يعني فاش وقع المشكل جاو طلقوا لكم الضو باش ما يطلع ما ينوض الصداع. باش ما ينوض الصداع. نعم. كاين الناس اللي حبسوهم بوكا الضو حتى نشوفوا هذا الشيء اللي عندنا، ولكن ما يمكنليش وانا ما كنضو. بحال السيد اللي تحرقات ليه المكانه وقال لي السيد راه ما محروقاش المكانه. نعم. هذا الشيء اللي كاين. نعم. اش هذا الشيء اللي واقع السي محفوظ؟ انتم درتم مراسلات، تفضل السي محفوظ. انتم درتم مراسلات في هذا الاطار كجمعيه ممثله الساكنه. درتو نبهتو المجلس الجماعي باش انه لهذا الشيء اللي واقع بطبيعه الحال دوار الحركات تشوفوا بانه يعني مش يعني ميزانيه خرجت من عند صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في اطار يعني تاهيل مشروع ملكي ما كاين منه والو. هذا غادي نرجعوا ليه بوحده لانه هذا ما يمكنش يدوز هباء المنطوره. لا حيت المشروع ديال الكهرباء هو داخل في التاهيل كمشروع ملكي. واصلاح الطرق حتى هو داخل في المشروع. ياك وهذا كيتحملوا المجلس الجماعي. هذا هو الدور ديال المجلس الجماعي، هو الاناره العموميه والتبليط وسميتو الطرق. الطرق هو اللي اسمه، اما الشيء الاخر كان يعني بحال الميزانيه ديال باقي المتدخلين الجهات المصالح الخارجيه. حنا ارسلنا للمجلس الجماعي، انا ارسلت جوج المراسلات، وحده من بعد التشكيل ديالو بواحد شهرين. مني دازت شهرين قالوا لي ما عندناش حنا هذه المراسله ديالكم. من بعد في شهر 5 عطيتهم مراسله اللي فيها التاهيل وفيها الضوء وفيها لي بوطو وفيها كل شيء، كارثه يعني. فيها واحد 30 صوره ولا 40 صوره ديال الامور اللي كاينه هنايا، ديال الاختلالات اللي كاينه هنا، اللي باينه من الاختلالات البنيويه راه باقي، البنيه التحتيه راه باقا، ولكن والله العظيم لحد الان ما جاوبنا حتى شي واحد. مع العلم ان فاش كانوا كيحطوا في هاد لي بوطو انا جيت صورتهم، الصفحه ديالي كيعرفوها متبعينها. كتبت لهم قلت لهم ودير هاد لي بوطو اللي كتحطوا في جنب الساقيه راه غادي تجي ديك التعريه سميتو غادي تطيح. دروك البوطو حدا الساقيه يعني يقدر يطيح واحد البوطو يطيح كابلي كيوقع لله حضر السلامه اليوم والحمد لله على السلامه. راه الماء مع الضو راه عرفنا الخطوره ديال الماء مع الضو والماء تيجري. وانا جابتني الظروف، جابتني الظروف انني كنت في عين المكان فاش وقعت هذا الكارثه ديال هذاك الكهرباء. انا كنشوف في هذاك الكهرباء وحاولت باش نصور. تفضل اسيدي تفضل تفضل. يعني ملي تيجي بعض المرات هاد الساقيه تطفيض الواد تيفيض. عاد الساقيه تطفيض تطيح. والكابل قريب. والكابل قريب وهنا هنا دخل عندنا الماء تهزنا حوايجنا الناس اللي جاو تيعاونوا. وهنا والطرق راه هنا والطرق راه هنا كلشي ديما المشاكل هنا. اختلالات التأهيل. نعم. لأن هذه علاش كيجي الماء؟ دوك الكريات ديال الماء راه كارثة حتى هما. راه ما دايرين اللي يعني كاين 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 نقدروا نقولوا بأنه راه خصو إعادة النظر في القوات اللي دازوا دابا. كيما راه واقف هنا ما غاديش راهي واقف. ودابا الماء ديال الشتاء ما كيمشيش للقرية. حتى كانت القرية ما كيمشيش للا بونت. يعني قادو الصغير واقيلا قادو الصغير. لا ما كيمشيش حتى لا بونت ما كيمشيش للما ديال الشتاء. كيعاود يرجع للناس. باش نشوفوا قربا كاع حنا بالعدسة، حنا باش نشوفوا كاع بالعدسة إلا كانت قريبة باش نشوفوا لا بونت فين كاينة والواد فين كاين. يعني راه لا اله الا الله باقي تندوي في انيس. نعم لا تيبقى تيبقى هنا الماء. يعني تنشوفوا حتى القادوس ما شحال في هذا القادوس هذا اللي دايز في النورمال خصو يدوي 200 على ما اظن. 200 ما كاملاش وقدر. وتنعرفوا بانه دروك هذه المياه ديال الجبال اللي تجي هذه ديال السواقي هذو كاع المنطقه الفوقانيه الفوقانيه.
واخا سي محفوظ. السيد اجي نشوف السيد المحروق. اه خلي دوكا يدوي شي واحد اخر. واخا سي محفوظ هادشي والله القسم الا باقي تنتسائلوا دائما في الوقت تنعرفوا بانه كاين مشروع راه كاين مشاريع تيتم البرمجه ديالها من طرف المجالس في جدول اعمال وتيتم الدراسه ديالها في يعني تيتم الدراسه ديالها في دورات ديال المجلس وتيتم المصادقه عليها. فما عرفتش انا هاد الناس هادو الاعضاء ديال المجلس ولا الناس اللي تيمثلوا المجلس الجماعي ديال تسلطانت كيفاش تيصادقوا على هاد الامور. تنشوفوا البوطويات في وسط الطريق يعني في وسط القدرون، تنشوفوا الكابليات ديال الاجهزه ديال عاليه التوتر. واحد تفضل هنا غنوريك واحد الكونترول يعني شانطي في الشانطي فيه واحد 2 متر ديال العرض. ها هو غادي يبان في الشانطي راهو باين من تما. هذا دايز فوس الشانطي، هذاك البوطو راه وسط الشانطي، هذا دايز فوس الشانطي. هذا انت شوف الفينيسيون ديال فوس الشانطي، فوس الشانطي والفينيسيون ما كاملاش. هو ديال التليفون. هذا راه غير عشوائي. رانا لطول الحوار. زيد ماشي هذا راه كرياش دايرين، ما كيديروش السيفون، كيدوز الريحه، ما كاينش السيفون، دايركت اصلي دايركت. هذا راه جابوه وحطوه هنا وشوف ما شاء الله. هذا كيكون كادر من هنا طاير فيه، كادر باش يكون زاكل يطيح فيه شوق. لا قدر الله يقدر شي وليد يطيح فيه ولا شي واحد كبير، شي واحد كبير في العمر يطيح سياره ولا شي حاجه يطيح فيه. اجي اسمع ما دارش. اجي سيدي اجي الله يستر عليك. اجي ولي تنشوفوا العجب مع الناس المسيرين ديال المجالس. شوف شي امور الله يهدي هاد الناس. تنشوفوا هاد الامور اللي عجيبه بصراحه. المشاريع الخاصه راه دغيا كدوز. المشاريع الخاصه ديال المجالس اللي ما بين مقاولين تدوز عاديه، هذا تيدخل في اطار مشروع ملكي، وللاسف يعني هاد الشيء تعليمات ملكيه وتوصيات ملكيه. وتنشوفوا هاد العجب ما شاء الله. المشروع ديال الحاضره حاضره متجدده اللي فيها 10 هي ال 10 الدواور ياك. وهاد المشروع واش خدمتي سميتو خدمتيها باش تطفي خدمتيها يعني العافيه شعلات وخدمتي ليك ستانتور. واو 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 ماشي قضيه الايجابيه يعني شعلات ليك العافيه لوقيته فاش رجع الضو. عطيه السي محفوظ عافاك، عطيه السي محفوظ عطيه هو الميكرو عافاك. الله يجازيك بخير. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، الحمد لله. تخلعات اجي اخويا كنت رجوه. خليك تما خليك تما. انت راه السلوكه اللي تحرقوا انا ريحه الشيطان شما، انا ريحه الشيطان شما سي اخويا العزيز. دوك احكي لك اش وقع لك فاش كنت انت هنايا. احكي لي. انا في هذيك الحاله ما كنتش اخويا هنا تنتواجد. تنتواجد في العمل نتاعي. لقيت اللي دورت لي المدام قالت لي راه هادشي راه تفرقع هنا، وما عرفتش راه الجار اللي جا هو جاري حدايا هو اللي جا. العافيه كاينه. تدخل ولا طفى لها هادشي بعدا وخرجها، قال لها خويا انت مع حامله. وهادشي راه الاضرار بزاف. كونجيلاتور مشات لينا، ثلاجه، بيسي نتاع لي كاميرا وسميتو، بيسي عادي نتاع الدراري فاش يقراو وسميتو. واحد الحاله لا يرتال لها. نعم. وجا هادشي عينوا هاد الموظفين اللي كانوا ديال الوكاله المستقل، جاو معينه، جاو داروا المعينه، الناس داو الجماعه، ومني دخلوا لهنا قالوا لي اخويا راه ما وقع لك والو، وقع لك والو، الاضرار هادو تتشعل العافيه، ما عرفتش تتشعل العافيه في الدار كلها، العافيه كامله وتموتوا ما وقع والو. ما وقع والو عندهم هما. بالنسبه بانت لهم سهله. ما عندهمش تدخلات اللي بيقول لك لا راه هادشي خصو العيان يجيو يشوفوا الناس اللي مسؤوله على هذا الشيء والناس اللي تابعه لهذا الشيء. هذا تطيح الروح عدو يقول لك راه يقول لك راه اجركم الله. هذا هو المضمون فيهم، هذا هو المضمون تيبان لي فيهم. لا اله الا الله. هادشي بزاف. لا اله والحمد لله على السلامه. حنا هادشي ما بغيناش باش نكونوا فاهمين. الحمد لله ونشكر بان السيده ديالك وحامله ما وقع لها والو، وليداتك ما وقع لهم والو. هادشي ما بغيناش حنا، هذا هو اللي اساس الحياه اهم من حاجه. كما تيقول لك فاش تمشي كلشي تيمشي وكلشي تيجي الحمد لله تيتعوض. ما حتى واحد تشعل فيهم العافيه. الحمد لله على سلامتك اخويا. لقينا الناس الجيران بعدا تدخلوا راه حار الريحه، وكان هي هذا اللايف تيدوز الريحه، وكنا دوزنا لهم الريحه يشموا معنا دابا. كلشي هما لدرجه القواعد. هما القواعد، هو القواعد والكابليات باين باين. ديال درجه شعلات العافيه الناس اللي عتقونا هنايا وسميتو. الحمد لله على السلامه اخويا. الرساله واصله، الرساله واصله اخويا، الرساله واصله اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وخير الكلام. شكركم بزاف اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله. وصافي هادشي بينا نقولو. السي محفوظ خير الكلام. و لا ما
بالنسبه كاين واحد زيد 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 اخويا زيد الكلام اخير الكلام صلى الله عليه وسلم بيناكم اخويا تمشيو تشوفوا المحل ديالنا باقي عندك محل محروم زيد اسيدي يلا 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 بسم الله يلا بسم الله بسم الله المحل ديالي بسم الله انت الاول اسيدي حنا ما علاش جينا جينا على قبلكم نتوما بارك الله فيكم وشكرا ولكن اللي يحز في النفس هو حنا ملي حضرتوا نتوما كصحافه اعلاميه ذات منبر يعني مصادقه ويعني معروف ودا مصداقيه تنشوفوا الناس اللي كانوا لوين الجماعه الناس المقاول كلشي اختفى علاش هاد الناس هادو اختفوا واش كاينه شي حاجه تنقولوها حاليا دابا حنا ما كايناش كندعيو البهتان عليهم لا ما فهمتش لانه في الوقيته في قبل ما نحضروا شنو بالسيارات ديالهم واقفين شافوا الاشغال كيف غادي نصرفوا ما عرفناش علاش بعدو بواحد 500 متر يعني كاين خلل يعني كاين مشكل خطا عندهم هما يعني هذا الشيء فيه اختلالات فيه اختلالات وفيه شي حاجه فيه شي حاجه اللي تنتمنوا من الجهات المعنيه الجهات المعنيه والناس اللي كتكلم دائما تنجو رساله دائما تنجو رسائل وما تنشوفوا تنشوفوا تفضل تفضل سمح فضح حنا معك غير عافاك باش نتكلم معك في هذا الاطار هذا المشروع الملكي اللي تخصصت لي واحد المجلس انا ما كرهتش السي محفوظ بين هذا المشروع الملكي بين نوقفوا على الاختلالات يفهم دوك حنا في موضوع ياك حنا ما بغيناش ندمجوا موضوع في وسط موضوع يفهمني السي محفوظ الناس تنعتذروا للمتتبعين خلال المباشر انا جيت على قبل ان الهو طونسيون طاحت يعني كابلي طاح والناس ضاعوا في الاجهزه وخسائر مشروع ملكي ميزانية من عند سيدنا يعني ميزانية تخصصت من عند صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذا نرجعوا لها بطبيعة الحال ضروري بنا خصها لها موضوع إلا فهمتيني السي احنا هذا الكابل ورا ماشي طاح باش نوريهم هذه المسألة هذه اسمح لي السي محفوظ أنتم تشوفوا الريحة أصلا تلعب فيها عاطي بالجد أنتم تشوفوا يعني البوطو في وسط الشانطي انتم ما تشوفوا هذه الحاله هذه هذا العيب هذا اللي خلات هذا المقاول ولا هذا المجلس الجماعي لا ما منش ثلاث تفضل سي محفوظ تفضل لا غير بالنسبه لهاد القسط هذا ديال الجانب ديال الضوء راه هو داخل في المشروع الملكي غير هو دابا المشكله ديال البوطو لان مشكل تقني فاش عندنا الهو طونسيون في 60000 فولت ما يمكنش ندوزو الموين طونسيون حداه ولا سقوهما ما يمكنش اذا هذا راه هذا غير هذا هو المعنى ديال انني كان يعني كنستغل المال العام ديال الناس تنسالوا على المال العام ولكن انتم عندكم خلل كجمعويين من عرفتوا المشروع بيدوز عندكم في الدوار الحركات كان عليكم تكونوا حاضرين في المجلس في دوره المجلس الوقيته فاش بيكون تصويت الدراسه والتصويت على واحد المشروع كان عليكم تكونوا من الناس اللي حاضرين اللي يشوفوا يناقشوا واحد المساله كفاعل جمعوي راه من حق واحد المساله راه ولا قانون ديال من حق المعلومه راه من حق المعلومه نعم تفضل سير حنا ملي كنحطوا المراسله كنحطوا بطريقه قانونيه نعم المراسله ديالنا هذه هي اللي فيها كمجتمع مدني حنا عندنا واحد البند في الدستور كيقول لك واخا خاص يتعاون ما يسمى الديمقراطيه التشاركيه انا دابا حنا مع الديمقراطيه التمثيليه خاص يكون واحد العلاقه طيبه ويكون واحد التعاون اليوم حنا كنلقاو الاقصاء انا ملي كنحط مراسلات عبر هذا العام كامله ما كيجاوبني حتى شي واحد فهذا معناه كاين شي حاجه يعني كاين شي حاجه شي امور يعني كاين الميز في المجتمع المدني كاين الناس عندهم مجتمع مدني ديالهم اللي كيحطوا بولا كيحطوها ولكن حنا ملي جينا عندهم وقلنا لهم اودي راه كاين اشكال ديال لو طونسيون وكتبناها لهم وقلنا لهم راه غادي يوقع شي كارثه ما داوهاش فينا اذا هما فين كيديوها فيهم ملي كيصوروا لهم صوره ديال البولا ولا صوره في المدرسه سي محفوظ غادي نقعدوا غادي نجبد لهاد المراسلات كلها هما غادي نجبد لهاد المراسلات زيد اخي باش ما تقول لي راه قصيتك زيد لا انا بغيت نشوف الضرر نمشيو للضرر النيشان شوف الضرر الضرر هو الاول حنا غادي نسكتوا حتى تشوف الضرر هو الاول اذا كيما حاليا حنا لا نتوفر على التيارات الغضبائي مقطوع عليكم الضو دابا مقطوع الضو ريسيرفور ديال الكاميرا هادي بطيح هادي بطيح باينه مشقوقه لا قرب هي معاك صبغات وهادشي باقي غادي مزيان وباقي فيها حتى هي لا طونسيون باقي فيها الضو حتى هي باقي فيها هادي دخل فيها شي كاميو ولا من راسها وهاديك التراكس اللي كتصاوب تتقيس هادشي وتتمشي ما شاء الله ما شاء الله هادشي ينده عليه الجابين نعم ما عرفناش باقي نعيشوا معاه ولكن علاش هادشي ما وقفتوا نتوما سي محفوظ علاش نتوما ما وقفتوش نتوما المقاول فاش كنتي نجز هادشي
وديروا واحد يعني تجيبوا مفوض قضائي وديروا معاينه لهذا الشيء. خويا شوف القضيه انا كنامن، ولكن وقفوا كساكين انتم عندكم خطر. انا شوف انا كنامن بواحد المساله هو انني كنحط لهم مراسلات بطريقه قانونيه. علاش؟ لان حنا مقصيين، حنا مقصيين، كنحطوا لهم مراسلات كنجيو كنتبعوا كنقول لهم كيقول لك اودي حنا ما وصلونا كاع المراسلات ديالكم. سمح لي تشوفوا انتم فوتو ديال الضو كروازما، فوتو ديال الضو كروازما، كروازما فوتو ديال الضو، والطونسيون فوسط، الطونسيون فوسط سميتو. الشبكه ديال الضو ماشي يعني داكشي بروفيسيونيل كشركه ذات الجوده وكذا. الشبكه شوف الكابل فين نازل، شوف الكابل، الكابل فين نازل، شوف الكابل فين نازل. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. شي اللي نقولوا خير الكلام هو هذا، يعني فينا هما المراقبه ديال اللجان ديال المراقبه؟ ما شفناش شي لجنه جات، ما كاينش، ما شفناش شي حد اللي يدوي معنا. حتى وقعنا حنا في هذا المشكل ونبدا كنغوتوا نبلول كانوا كاينين شويه، ما بقى حتى واحد في الغاتيش. شباب يعني عشوائيه، عشوائيه كامله في هذا الشيء ديال الربط ديال الكهرباء هنا في دوار الحركات في تسلطنت. فنتمنى من اللجان المسؤوله على المستوى ولايه جهه مراكش اسفيه ان تجي يتم فتح تحقيق، يعني نجيو نشوفوا المراقبه. ربما ان المجلس الجامعي ما قامش بالدور ديالو على احسن ما يجب، وانه باش يعني يشوف التتبع المراقبه والتتبع ديال المشروع اللي قام به هذا المقاول. يعني المقاول هذا هي المفارقه السي محفوظ. شوفوا البوطيات فين داخلين وشوفوا البوطيات فين خارجين ليه. هذه هي سميتها من العجائب، عجائب المسيرين، عجائب المسيرين هما هادو. بوطوات داخلين يعني في التريطوار، وبوطوات خارجين في وسط الشارع. حنا دابا كنعتبروا هذا الشيء ان بما ان هذا الشيء داخل في المشروع المدني بطبيعه الحال، ولكن هنا فين كنعتبروا يعني ان الناس كيستهتروا بمصلحه الساكنه. ملي كنمشيو لبعض هادو المشاريع الخاصه داكشي غادي مزيان مبرع، ملي كنجيو للمشروع الملكي وحنا عندنا هذا المشكل في المغرب، ان المشروع الملكي دائما كيكون متعطل. هذا المشروع الملكي وهذا الكهرباء خاصها تكون في 2017 فيني منتهيه. اييه ومتى كملات؟ خاصها فينا في 2017، باقي دابا المشروع باقي خدام. دابا من 2014 ديال المشروع الملكي باش يفهموا حتى الراي العام. هو انه توقع بين ايدي جلاله الملك هنا في سميتو، نعم في جامع الفنا، نعم ياك في اطار مراكش حاضرة متجدده باش يكمل في 2017. نعم فما بدا حتى 2017. عاد بداو. راهم باقيين دابا، وراه كاين واحد الكارثه في هذا الشيء. ما شاء الله. هذا مالو هذا سي؟ هذا سيدي ما شوف دابا حنايا فاش تنعيشوا باش نحفزوا الروائح، ولينا كنديروا حلول ترقيعيه. يعني ولا الواد الحار ما كيمشيش، الصرف الصحي ما تيدوش. هذا تاع الشتا حاشاك، هذا زعما راه تاع الشتا. شحال الغرق في النورمال خصو يكون هذا؟ هذا شي متر و20، هذا تكون متر و20. حنا غاديين دابا فوق الماء، وراه كان سابق لي درت واحد اللايف وطلقته في اليوتيوب في الفيسبوك، وما كاينش اللي استجب، ولا عيط لي بالتليفون وقال اشنو واقع. تبان الموضوع كبير كبير. انا واحد اللوبي تاع الفساد كيف جمع عندك السي محفوظ، اسمح لي تفضل السي محفوظ تفضل باش نشوفوا. وقيلا دروك راه ما بقالناش الوقت كثير. تفضل اخويا. احنا دابا ندخلوا للدار. مرحبا. شنو اخويا؟ بسم الله. الكهرباء راه هو نفس المشكل. دوكا مقطوع دروك الكهرباء. نعم. غندير التليفون باش انه يولي شي واحد باش تساعدنا. يولي بعض القطع الله يرحمه غادي ندير السي محمد. اجي اخويا شوف. دوكا الظلام عندك في الدار. داك اللي قدرنا نشوفو، اما الريحه